أنا باعتقادي بأن مشروع البصرة عقبة هو مشروع قبل أن يكون مشروع اقتصادي، هو مشروع تطبيعي. الغاية منه دعم جميع القوى اللي تقف مع إسرائيل واللي كانت أمريكا تدعمها، اليوم يريدون الدعم يعني من داخل العراق. يعني اليوم العراق عبارة عن مغذي عام لكل الذين لديهم صلات تطبيعية مع إسرائيل. القضية الأخرى، كان المقترح بأن تنشأ مصافي في العراق ويقوم بتكرير النفط ونقوم ببيع النفط لجميع دول العالم المشتقات. البرميل النفط يرتفع ما بين 700 دولار إلى 1000 دولار البرميل واحد بعد ما تستخلص جميع المشتقات. لكن أن العراق اليوم الصناعة النفطية من أزيد الصناعات إنتاج مردود مالي لكل دول العالم. أنا أستغرب من العراق منتج نفط فقط نفط خام، اليوم هواي من الدول بدت ما تصدر النفط الخام، بدت ما عدا يعني الدول اللي تخاف على حكمها وعلى ملوكيتها مثل الخليج وبعض الدول اللي عليها استبداد أمريكي. فباعتقادي هذا من أخطر المشاريع على إذا الإخوان قصدهم بأن منفذ آخر، خلينا نقول للدول للنفط العراقي في حال حدوث أي شيء بالخليج العربي، فمن الممكن اختيار المكان ويوفرون حماية. وبالعكس بسوريا أفضل 100,000 مرة باعتبار أوروبا أمامك. والقضية الأخرى تستطيع أن توفر حمايات وتستطيع أن توفر أيدي عاملة جديدة وأقل كلفة، أقل كلفة. وبالعكس اليوم السوريين كيفون أن تخلي حمايات على خط الأنبوب مقابل أموال وتتفق. سوريا تكيف اليوم، سوريا اليوم تقول لك أنا مستعدة أشغل 3,000 4,000 10,000 حمايات من المردود والعائد العراقي مال ترانزيت مال حق دخول الأنبوب والنفط اللي كيف حتى شبابهم كله تشتغلوا هاي لأن هم بحاجة. بس الأردن لا، الأردن اليوم تدرون المئة دولار 70 دينار أردني، ولأن عليه حماية أمريكية إسرائيلية باعتبار المطبع الأول والعميل الأول والإسرائيلي اللي هو أقوى إسرائيلية من الإسرائيليين هو الملك الأردني.